اسمعني تحكي لي هذا الحكايه. سفاقس عملت دكتور اليوم تحيه لسفاقس. توقيت بطبيعة اليورا معناها سا مينوت دي مينوت دو رتار متاع دي بريز دو سون اي تو، هذه حاجة تابعة للموسيقى. ولكن الاتفاقية في المهرجان هذا كان انه باش ندفعوا بطاقة شابة من طاقات ومن مواهب صفاقس، ويحصل لي شرف انه في الحفلة متاعي نقدم والا نكون عنصر ساهم في تقديم موهبة كيما فرح. وحاجة ذكية من إدارة المهرجان إنه عرف إنه السهرة هذه باش يكون لها برشا جماهير، عدد من الجماهير، فدفع من منطقة منطقة صفاقس إنها تاخذ حظها. وانتم شفتوا فرح ما شاء الله، معناها أحسن الاختيار في هذا، ونتمنى لها كان توفيق. وراو فما نقطة أخرى نوضحوها في التأخير، هو صار زاد التأخير في الديماراج، خاطر فيه العدد الكبير متاع الببليك، وتعرفوا أنتم معناتها السيستم متاعنا في الدخول السنة كيفاش، دونك باللي تورنيكي، دونك الدخول معناتها مش هكالي سهل، دونك ياخذ شوية وقت. احنا بدنا نورمالمون الحفل ينطلق العشرة، بدينا العشرة ونص، دونك وهو هذاك راهو ضمانة لسلامة الجمهور، ما نجموش نبداو الجمهور مازال برا، دونك هكا شوية ديكالاج نتاع نص ساعة مع الشونجمون اللي صار معناتها في بين الفرح والدخلة نتاع مرتضى، دونك صار شوية تأخير. اليوم ما صارش إشكاليات برا ولا حاجة؟ لا 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 لا، معناها حتى إشكال، الناس كل واحد قاس التيكي نتاعو دخل وخذا البقعة نتاعو، وكانت الأمور معناتها سلسة والناس كل فرحانين والحمد لله.